اتأخرتي؟ الحمد لله. يعني ما ناقصش حاجة عشان الثواب اللي بتقولي عليه؟ لا، بس يعني لو تتم جميله تديني موبايلك اطمن بيه على عيالي. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا مره خرفانه انت؟ اطمني على عيالك؟ ده انا الود ودي اولع فيك وفي عيالك وعيال عيالك كمان. والله طب ما انا عيلي كان عندك، مش كان عندك ود بنتي؟ ما اذيتهوش ليه؟ ده انت رجعته بيته سليم وعافي. انت لو بتفهمي هتعرف ان ده كان الطعم اللي بجيبك بيه. بردك فضل وعدل من عند ربنا انه حد بينك وبين الذنب، وان شاء الله محسوب لك في ميزان حسناتك. ايه ايه؟ كل ما اتحدث معاكي تخربطي لي راسك ده؟ انا أهملك قبل ما راسي تتغفلك. سبحانه مقلب القلوب قادر.